كريستيان آرت هو أول برنامج مسيحي فكرته إنتاج ترانيم للمواهب الجديدة. دي مش مجرد مسابقة عادية، لكن هتلاقي تدريب ودراسة وإنتاج وعمل جاد. موهبتك أمانة ربنا هيسألك عليها. شايف إن صوتك حلو؟ عندك موهبة في التأليف أو التلحين؟ تعال أوام. كل الناس هتعمل لك فوتينج عن طريق إنهم يتصلوا بينا أو يبعتوا لنا SMS. خد التجربة وما تخافش، علشان تنجح لازم تجرب. كريستيان آرت.